أعرف دستورك، حرية الرأي والتعبير. باطل! دستور بديعة! باطل! دستور بديعة! باطل! واضح جدا استراتيجية الإخوان تجاه الثقافة المصرية وهو الاستيلاء عليه. مستحيل أن يكون شعب مصري عمل ثورة علشان وضع حرية الصحافة وضع حرية الرأي والتعبير ينتكس عن أيام حسني مبارك. لم يكن في الدستور القديم حق لأي جهة أن تغلق جريدة. في مبدأ في القانون بيقول أن العقوبة شخصية، فإذا ما أخطأت أنا كصحفي توقع علي أنا عقوبة، لكن أن العقوبة الجماعية بإغلاق الجريدة دي إضافة على الدستور الجديد، إضافة ديكتاتورية. أنا أخطأت في جريدتي، أخطأت خطأ حقيقي، عاقبني أنا، لكن هو أجاز من الدستور بهذا الشكل العقاب الجماعي بإغلاق وقطع حرمان الجمهور من وسيلة إعلامية وقطع أرزاق العاملين فيها. الصحفي إذا منع، إذا كان على رقبته السيف بتاع الإغلاق وبتاع الحبس، فده معناه أن المعلومة لن تصل إلى الناس. يعني أنا دلوقتي لو قلت أن الرئيس مرسي فاشل، هذا رأي سياسي طبقا للوضع الحالي، يستطيع أن هو يخلوه سب وقذف وتسجن. الدستور منصش على المطلب الأول والكبير للصحفيين بوقف الحبس في قضايا النشر. قضايا النشر دي بتشمل الغنى، لو في أغنية فيها سخرية من الحاكم يستطيع أن هو يحبسني بيها. فبالتالي وقف الحبس في قضايا النشر دي تهم كل المواطنين، ده غير أنه هو له مصلحة مباشرة أن أنا ما كنش خايف من الحبس عشان أوصل له المعلومة الدقيقة والرأي الصائب. المسألة الثانية أن هو الدستور نفسه ملغم ضد الحريات عموما. كل هذه المواد تقبل أنك تتصرفي كما شئتي في مواجهة الحريات. أنا ضد الدستور ده مش علشان هو دستور الإخوان، علشان هو هيصبح أداة في إيد أي حكم قادم. أنا موقفي مش ضد الإخوان، أنا موقفي ضد السلطة، إن ده دستور هيخدم السلطة، سواء سلطة الإخوان النهاردة أو سلطة حزب الدستور بكرة أو حزب التجمع بعد بكرة. هذا الدستور الجديد حتى لو أقر، حتى لو تم إقراره بالاستفتاء، هو ساقط، لأن الرئيس مبارك، علينا نتذكر جميعا أن الرئيس مبارك فرض المادة 76 في الدستور الجديد لتوريث الحكم بابنه، لم يستطع أن يمر بها، ما عداش بالسرقة وعوقب مبارك وانتهت هذه المادة بسقوط الحكم وأنه هو وابنه في السجن. احنا علينا أن احنا نفهم تماما، أنا في رأيي أن هذا الدستور لن يمر، وإذا تم الاستفتاء عليه وأقر برضه لن يمر وسيسقط.